بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر أو الحلقة العاشرة من حلقات دروس الحج لحجاج فوج اليمان الشامي، وهو الدرس الثالث في واجبات الإحرام. قلنا إن الواجب الأول أن نحرم من الميقات المكاني، وذكرنا تلك المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ومن الميقات الزماني. نحن الآن نعتبر ضمن الميقات الزماني، وهي أشهر حج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بعد ذلك المبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة يكون بعد النفر من عرفات، والوقوف في عرفات هو ركن وأهم أركان الحج على ما قال بعض العلماء. ومزدلفة هي يعني موقع بين عرفة وبين منى. الآن الواجب أن نبقى في مزدلفة لحظة بعد منتصف الليل، ويسن لنا أن نبقى إلى طلوع الفجر، ثم ننفر بعد ذلك من عرفات إلى مزدلفة، نذهب إلى منى. عندما نذهب إلى منى نذهب إلى آخر جمرة، وهي التي تعرف الجمرة الكبرى. في عندنا الجمرات ثلاث: الصغرى، الوسطى، الكبرى. عندما نكون قادمين من عرفات ليلة النحر، فنحن لا نقترب لا من الصغرى ولا من الوسطى، فقط نرمي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات. يعني إذا أنتم تتذكروا بالسيرة بيعة العقبة، هذه اسمها جمرة العقبة. يعني لو بعد هذه الجمرة قليلا على اليمين كانت بيعة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار، وفي مسجد صغير اسمه مسجد بيعة العقبة، صغير ما زال موجودا إلى الآن، لكن لا ينتبه له إلا من يعني له اهتمام بهذه المسائل. فهذه جمرة العقبة يعني بعدها تدخل حدود مكة مباشرة. يعني لاحظنا، ف يعني عندما نهاية منها بتلاقي مكتوب نهاية منها عندها، فنرمي جمرة العقبة ثم ننطلق بعد ذلك إلى مكة المكرمة أو إلى سكننا حسب يعني ما يقدر رئيس المجموعة، إما إلى هذا وإما إلى هذا. وقت رمي جمرة العقبة يبدأ بعد منتصف ليلة النحر. نحن قلنا رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، كل هذه الأشياء متى يدخل وقتها؟ بعد منتصف ليلة النحر. يعني أنا لو وصلت إلى مزدلفة الساعة 10 وبقيت لي نص ساعة وصليت المغرب والعشاء جمعة أخير، وقبل 12 بالليل يعني فورا من 10:30 كنت متحرك ورحت رميت جمرة العقبة، هل تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يدخل وقتها، وقتها يدخل بعد منتصف الليل، ونحن لم نصل إلى منتصف الليل بعد. أو ذهبت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة ولم يأتي منتصف الليل بعد، أيضا لا يصح وقت طواف الإفاضة أن يكون بعد منتصف ليلة النحر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.